مبسوط ان الحكومة المصرية حتى خريطة لتخاطب بها العالم وتقول في فرص استثمارية. الحكومة المصرية حددت 9 قطاعات صناعية عايزة تشتغل فيهم. اي مستثمر عايز يجي يستثمر لي في ال9 قطاعات دي. ايه هي القطاعات دي؟ عشان تقلل فاتورة الاستيراد. انا هي حتى قطاع الخشب، الاثاث، الصناعات الهندسية، الاغذية، الزراعة، الصناعات الكيماوية، المنسوجات، الصناعات الدوائية والطبية، الطباعة والتغليف، مواد البناء، الصناعات المعدنية. ده كده كلام مهم. طيب الكلام ده جه ازاي؟ يعني ليه ال9 قطاعات دي؟ لأن الحكومة شافت إنها استوردت في 2021 ب 77 مليار دولار. سنة 21 دي إحنا استوردنا ب 77 مليار دولار. طيب مصر عايزة تزود صادراتها الحالية من قرابة 40 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في 2025، يعني بعد 3 سنين. فجي مركز تحديث الصناعة شاف ان في 4800 بند جمركي احنا بنستوردهم يمكن العمل على تصنيعهم محليا. تخيل بقى 4800 سلعة احنا بنستوردهم. احنا بنستورد 4800 سلعة قيمتهم 60 مليار دولار. 60 مليار دولار. فجي مركز تحديث الصناعة بيفكر بيقول طيب ما ال 4800 سلعة دول من وجهة نظر مركز تحديث الصناعة في القطاعات اللي أنا قلتها لحضراتكم التسعة قابلة إن أنا أصنعهم في البلد، يبقى أنا وفرت ال 60 مليار دولار. أي نعم هنشتري مكن من بره ومحتاجين دولار، بس بدل ما ضخ 60 مليار دولار يعني 5 مليار دولار كل شهر بستورد بيهم، طب ما اصنعهم. طب يعني ايه اصنعهم؟ مين اللي هيصنع؟ ولاد بلدي، يبقى فرص عمل. هغطي احتياج، يبقى مش هستورد. هصدر، يبقى جبت عمله صعبه. تعالوا اروح بقى للمهندس بهاء عدلي رئيس جمعيه مستثمري بدر. مساء الخير مهندس بهاء. محمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ان تصل متاخرا خير من الا تصل ابدا. خلاص اكيد جبنا فاتوره الاستيراد، بنستورد ب 77 مليار، مركز تحديث صناعه بيقول في 4800 سلعه بنستوردهم قيمتهم 60 مليار دولار يمثلوا 9 قطاعات نقدر نصنعهم في بلدنا. البدايات تبقى ازاي مهندس بهاء؟ طب شوف يا استاذ محمد، هو طبعا فكره انك انت تمنع استيراد عدد محدد من السلع، الدنيا مش بتمشي كده. لكن بتمشي ازاي؟ بتمشي الفرق ما بين الاستيراد والتصدير، يعني ده بنسميه احنا الميزان التجاري. يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا بنستورد ب 77 مليار وبنصدر ب 40 مليار، يبقى الفرق قد ايه؟ ناقص 37 مليار مثلا. احنا بنعملها ازاي؟ بنقول طب احنا عايزين نقلل ال 77 او نثبته ونزود التصدير، فبالتالي الفجوة دي تفضل تقل لغاية لما يحصل نقطة التعادل وبعدين يقلب الميزان التجاري إلى مكسب. نعم. يعني أنا ما عنديش مشكلة أبداً إن يبقى عندي 4800 سلعة حتى لو فضلت على استيرادهم بالقيمة دي، بس أنا يهمني إن أنا أزود الصادرات. ولو قدرت أقلل الواردات كمان يبقى أفضل وأفضل، وهكذا أفضل أقلل في الفجوة. طيب. يعني نعمل إيه؟ أنا عايز أدي مثال يبقى. نعم. يعني مثلا لو جينا احنا قلنا احنا مثلا على سبيل المثال احنا بنستورد بترول، والبترول دوت قيمته كبيره جدا، ولما سعر البترول العالمي بيزيد فاتوره صادراتنا بتزيد، وبالتالي الميزان التجاري يبقى بالناقص اكتر. طب احنا نيجي نقول والله طب احنا هنعمل حاجه اسمها الهيدروجين الاخضر، هننتج الهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر ده مكوناته ايه يا استاذ محمد؟ نعم. ميه وشمس. علشان كده احنا لما بنيجي نعلنها قدام العالم ونقول احنا خلاص هنصنع الهيدروجين الاخضر، ما ممكن تيجي اي دوله متقدمه تقول طب ما انا عندي النوع هو صنعه، نقول له لا احنا ارخص، احنا هنبقى منافسين اكتر، لان احنا نسبه سطوع الشمس عندنا عاليه اكتر والمياه اكتر. احنا عندنا ساحل شمالي وساحل صحيح شرقي، فعندنا الميه بيت البحر ببلاش والشمس كتير والحزام الشمس كتير، وبالتالي نقدر
اصنع الهيدروجين الاخضر. طب الهيدروجين الاخضر ده لما اصنعه ايه اللي يحصل؟ اللي هيحصل ان انا صحيح هحط استثمارات، لكن انا هقلل استيرادي من البترول، وفي نفس الوقت هزود حضرتك الدخل القومي من 10 ل 18 مليار دولار. علشان نقرب الكلام ده للناس، يعني من 10 ل 18 مليار دولار احنا الناتج المحلي الاجمالي حوالي 411 مليار. يعني انت كانك زودت 4% من الناتج الاجمالي المحلي. طب الصناعه في مصر كلها على بعضها قد ايه؟ حوالي 17%، يبقى انت كانك زودت الصناعه بنسبه 25%. كانك المشروع ده بس كانك زودت الصناعه بربع الحالي اللي موجود. نعم. بس هل ده بقى في تصدير؟ انت زودت بس هقدر اصدر منه منتجات؟ بص بقى حضرتك، هو انا لما انا ازود التصدير بالظبط بالظبط زي ان انا اقلل الواردات. صح؟ يعني لو انا ما صدرتش واستهلكت جوه مصر، بس انا قللت وارداتي من البترول اللي انا كنت بستورده. نعم. كده فده زي ده بالظبط. يعني انا طيب. ازود انتاج مثلا كل سنه شويه لغايه لما اعمل اكتفاء ذاتي من البترول، طب ابدا اصدر ذات النفط الغاز كده. طب خليني برضو اخد حضرتك مهندس بهاء لفكره مركز تحديث الصناعه، ان هو جاب كشف بالحاجات اللي بتستوردها بس، وقال السلعه دي ممكن اصنعها، السلعه دي ممكن اصنعها، مش دي شايفها بدايه كويسه؟ طبعا. هو خلي بال حضرتك احنا عندنا مشكله كبيره جدا يا استاذ محمد في موضوع الانتجريشن او التكامل. بمعنى ايه؟ انا ممكن اكون بستورد حاجه وهي بتصنع في مصر. ممكن، لكن احنا ما عندناش داتا بيز ولا عندنا طرق للتواصل ان احنا نبقى عارفين ان ده موجود في مصر. يعني ممكن لا استورد بضاعه بيتم تصنيعها في مصر. طبعا. طبعا. ده بيحصل لان ما عندناش قاعده بيانات. الله ينور عليك، ما عندناش قاعده بيانات وما عندناش طرق تواصل. طبعا دي نقطه مهمه جدا، لكن اللي انا عايز اقوله احنا عندنا فرص كبيره جدا للتعميق يا استاذ محمد. والدنيا تمشي ازاي بقى؟ الدنيا تمشي ان احنا نجيب شويه حاجات استراتيجيه زي ما انا بقول لحضرتك كده، هيدروجين اخضر، انتاج الخامات الدوائيه، الخامه الدوائيه مش الدواء، الخامه الفعاله الدوائيه دي ده هي دي هي صناعه الدواء الحقيقيه. الصودا ايش؟ الصودا ايش دي عندك خامتها 100% يعني خامتها بالكامل موجوده في مصر، وانت بتستورد كميات رهيبه جدا منها. نعم. تبقى حوالي 300,000 طن. ففي بعض الصناعات اللي تقدر لما تعملها تعمل معاك فرق كبير. هو ده اللي احنا بنقصد لما مركز تحديث الصناعه يبدا يشوف الكلام ده. وخلي بال حضرتك ان ال 4800 سلعه انت ممكن منتج واحد يبقى فيه 1000 مكون، يعني اي منتج الكتروني ممكن يبقى فيه مثلا 500 600 مكون. صحيح. فانت مجرد ان انت تصنع المنتج دوت انت قدرت تسيطر على 500 600 مكون. يعني مثلا لو انت عملت صنعت مثلا انت كده بتتكلم على الكيف وليس الكم. مظبوط مظبوط. هو الكم هنقوله فلوس بقى، يعني في الاخر هنقوله فلوس. يعني انا ما يهمنيش ابدا انا بستورد كام سلعه، المهم ان انا يبقى بستوردها بوفر كام سلعه بستوردها كقيمه ماليه. بقيمه ماليه قد ايه؟ وبصدر برضه بقيمه ماليه، عشان كده المستهدف هتلاقيه قيمه 100 مليار دولار. هو ما قالش كام سلعه، انا لو انا صدرت 100 مليار دولار أربع سلع أنا متميز أو أربع قطعات أنا مثلا يعني. أنا هفتح معاك حوار في الاستوديو مهندس بقى، لأنك بتقول كلام مهم وعجبني بصراحة. إزاي إن أنا أقدر أطور صناعاتي وأشتغل عليها؟ وأخطر ما قلته إن ممكن المصنع يستورد سلعة هي موجودة وبتصنع في مصر عشان ما عندناش قاعدة بيانات. تمام يا فندم. أتمنى تشرف لي إن شاء الله الأيام القادمة داخل استوديو المصرف. فندي بشكرك شكرا جزيلا مهندس بهاء عدلي رئيس جمعية مستثمري بتر.